أمهات وتلاميذ السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختبارات الفصل الثاني ستكون يوم 20 مارس، وأمامي الآن اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، وهو متوقع أن يكون في الفصل الثاني. تابعوه للأخير لأنني سأشرحه لكم بالتفصيل. لدينا السؤال الأول، أكمل ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أرأيت الذي، إنها سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين. ويجب أن يكتب بالتشكيل، أنا حتى لا أغطي عليكم أثناء الكتابة. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هنا على الطفل أن يتعلم كيفية كتابة الصورة بشكل صحيح، يحفظها حفظا وكتابة. التمرين الثاني، أكمل بما يناسب من أسماء الله الحسنى: الواحد، القادر، الرزاق، الخالق. هذه هي أربع أسامي التي مبرمجة في السنة الثانية: الواحد، القادر، الرزاق، والخالق. السؤال الثالث، أربط بين شطري الجملة: من صفات المسلم الصالح يرضى الله عنه، يعاقبه الله، الصدق وإكرام اليتيم. من صفات المسلم الصالح الصدق وإكرام اليتيم. الذي يؤدي الصلاة في وقتها يرضى الله عنه، يعاقبه الله. الذي يؤدي الصلاة في وقتها يرضى الله عنه. كل من يمنع الخير عن الناس يعاقبه الله. الوضعية، أملأ الفراغ بصحته قبل: نظيفا، طهارة، عبادة. الوضوء طهارة يقوم بها المسلم قبل الصلاة. الوضوء الوضوء طهارة تجعل المسلم نظيفا ونقيا. بالنظافة يحافظ المسلم على صحته. هنا عذرا، هنا كلمة عبادة نسيتها. الوضوء عبادة يقوم بها المسلم قبل الصلاة. الوضوء طهارة تجعل المسلم نظيفا ونقيا. بالنظافة يحافظ المسلم على صحته. لم أرى كلمة عبادة، هي تكتب هنا. بهذا الشكل أكون قد أجبت على أسئلة الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. تابعوني لأنه هناك الجديد دوما فيما يخص السنة الثانية.